البنك التجاري الدولي CIB كل يوم بيثبت انه بنك عالمي وقادر يوفر تمويلات لكبرى الكيانات العالمية، وده لانه بنك عنده عقيدة التطور المستمر، وده خلى الاختيار الاول قدام شركات العيار التقيل في مصر والمنطقة. يا ترى ايه اللي حصل؟ خليكم معانا للاخر. بانكير، نبض البنوك. من ساعات البنك التجاري الدولي رسخ مفهوم انه بنك مصر عالمي بصفقة من العيار التقيل كانت حديث الاوساط المالية، واعلن توقيع عقد تسهيل ائتماني مع احدى شركات مجموعة يوفليكس، ودي واحدة من اكبر مجموعات التعبئة والتغليف في العالم كله. التسهيل الجديد او التمويل مخصص لدعم مشروع فليكس اسبتو ايجيبت، واللي هيكون اول مصنع تعبئة السوائل المعقمة في مصر، واللي هيعزز الانشطة الصناعية في مصر، وكمان هيقلل الفجوة بين الصادرات والواردات. طبعا قيادات كتير في التجاري الدولي كانت حاضرة توقيع العقد، واللي وقعه المصرفي عمرو الجنايني نائب رئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، وكمان شوك كومار مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة يوفليكس. ولأن الاتفاقية مهمة حضر حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة مراسم التوقيع، ومعاه الربان أحمد متولي نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية لقناة السويس، بخلاف ممثلي البنك سهى أبو ذكرى رئيس مجموعة العلاقات المؤسسية بالبنك وعبير عصام رئيس ائتمان الشركات. طبعا الصفقة والشراكة الجديدة هتعزز النمو الاقتصادي والصناعي في مصر، وهتساعد المؤسسات الصناعية في تحقيق أهداف التوطين والاستدامة. الجنايني عبر عن فخر البنك بالتعاون مع الشركة العالمية، وشايف أن الشراكة بين CIB ويوفليكس خطوة مهمة لتعزيز الصناعات المصرية، وقال كمان أن توقيع عقد التمويل لمشروع فليكس أسبتو إيجيبت في سياق الجهود المشتركة لتطوير قطاع الصناعة في مصر، واللي هيكون ليه مساهمة مباشرة في زيادة الثروة الوطنية. كومار كمان كان ليه تعليق مهم على توقيع العقد، وقال ان المجموعة سعيدة بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع CIB لدعم مجموعة يوفليكس، وان التعاون ده بيساهم في تنفيذ خططهم التوسعية داخل مصر. طب ايه هو مشروع فليكس اسبتو ايجيبت؟ المشروع ده جزء من الاستراتيجية الوطنية لمصر، واللي بتهدف لتعزيز التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وخلق كمان فرص جديدة للنمو الصناعي وتعزيز الصادرات المصرية، وكمان زيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي، وطبعا زيادة التدفق الدولاري في سوق الصرف، وده الغاية الأخيرة من تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر ونقل مصانعها في السوق المصري، وده من خلال توفير كل سبل الدعم، وده اللي بيعمله البنك التجاري الدولي بتقديم تسهيلات للشركات الأجنبية اللي ناوية توطن استثماراتها في مصر. كانت معكم هالة بشيت من بنكير، شكرا لكم. بنكير، نبض البنوك.